السلام عليكم ورحمة الله. هذه الحلقة غادي نديرها بعجالة لبعض الأصدقاء تطرحوا عليا كيفاش نعرف أن الدجاجة راها باغا تحضن على البيض. فكيفاش تعرف أخي المشاهد، كيفاش تعرف أن الأنثى ديال الدجاج ديالك تريد الرقود على البيض؟ فالطريقة سهلة كيف ما سبق وأشرت لها بعض في الحلقات السابقة، فتترك البيض الى ان تجد الانثى راقده والصوت ديالها راه انفوت. واخا تبغي تهز على البيض ديالها فما تبغيش تحرك، تتبغي العقده الاولى هي انك تبغي تسحبها، تسحبها برا على البيض ديالها ما تتنوضش، اضافه الى الصوت هو هذا. ها هو اول تنتمنى تكونوا استفدتوا الصوت ديال هو هذا. تنتمنى تكونوا استفدتوا معي من هذه الحلقه. شكرا جزيلا لكل المتتبعين ولكل المشاهدين، كما اطلب منكم دعم القناه لمن يشاهدها لاول مره.